السلام عليكم. شكرا للحضور ديالكم. كنديروا هاد الندوه وحنا اليوم في اضراب عن الطعام، والاخوان ديالنا بلغوا اليوم الثامن من الاضراب عن الطعام، والصحه الجسديه والنفسيه ديالهم تدهور ساعه بعد ساعه ودقيقه بعد دقيقه. اليوم كان بودينا اننا نخرجوا نقول لكم واحد البشرى ديال الخير، ولكن للاسف يبدو انه سيد وزير العدل والوزارة الوصية والحكومة مازال مستمرة في التعنت ديالها، مازال مستمرة في العناد ديالها، اللي ممكن انه اليوم ولا غدا ولا بعد ساعة ولا ساعتين يعطينا في الحصيلة واحد الروح اللي غادي تفقد، واحد الاخ اللي غادي تفقد. اليوم كانت زيارة ديال واحد الوفد ممثل عن وزارة العدل الى جانب مرفوق بممثلين عن المندوبية الوزارية لحقوق الانسان بوساطة من مجموعة من هيئات المجتمع المدني، على اساس انه ممكن يتشاف حل الذي يرضي الاطراف. فاذا بنا نخلصوا في اخر المطاف الى انه الوزاره ترفض انها تخرج بمجرد بلاغ تبين فيه انها تطلب الحوار، انها تطلب رفع هذا الشكل النضالي المتمثل في اضراب عن الطعام، واللي نهار على نهار تتزاد الخطوره ديالو، نهار على نهار تتزاد الامكانيه ديال اننا نفقدوا شخص من الاشخاص. للاسف السيد الوزير مازال ماشي بالعقليه وبالفكر ديال انه ربما بلاغ غادي ينقص من القيمه ديالو، ولا ربما السيد الوزير يتلدد بالعذاب ديالنا. الا كاع هضرنا بمنطق الربح والخساره، الا كان شي واحد اللي خاسر في هذه المعركه راه هو حنا، لانه اليوم 60 يوم ديال النضال، ديال دقه الابواب والاذان الصماء، و8 ايام ديال الاضراب عن الطعام، و8 ايام ديال التدهور ديال الحاله ديال خوتنا. الا بغينا كاع نهضروا بالربح والخساره، السيد الوزير راك انت اللي رابح اليوم، انت اليوم في موقع قوه ونحن في موقع ضعف او اقل من الضعف. السيد الوزير استخسرتم فينا مجرد بلاغ انه تبينوا لنا على حسن النيه ديالكم كيف ما ابنا عليها، وكنا مستعدين لان نقدم تنازلات، لانه ما تنزيدوش حنا على البلاد، ودوك الناس اللي دايرين اضراب عن الطعام ارواحهم ماشي رخيصه عندنا، وما بغيناهمش يستمروا فيه. حنا تنقلبوا على حل، ما تنقلبوش على تأزيم الازمه، ولكن يبدو ان الوزير اليوم تيقلب على تأزيم الازمه، وتيقلب على انه يسوق لانه المغرب لا يحترم حقوق الانسان، ولانه المغرب رخيص عنده 15 روح اللي عزيزه عند الله. يمكن السيد الوزير تتخدموا هاد الفكره ديال انه نروجوا اليوم امام المنتظم الدولي اننا ما تنسمعوش للشباب في مقتبل العمر، الشباب اللي ما طلبوا والو، ما طلبناش امتيازات، ما طلبناش وظيفه ولا انه دارنا واحد الصالير شهري، ما طلبناش انه تعطانا هاد الاهليه على طبق من ذهب، طلبنا فقط انه يتعاد الامتحان، انه ما نتقساوش، انه ندوزو الشفوي، لانه المنطقي والمعقول كان اليوم خاصنا نكونوا تندوزو الشفوي، لانه خدمنا ولانه تيقين في القدرات ديالنا، ولكن تم الاقصاء ديالنا. ويزيد الطين بله، السيد الوزير ما قدوش انه بهدلنا بما تحمله الكلمه من معنى، ما قدوش انه اليوم الحاله النفسيه ديالنا على المحك، ما بقات تتمشي، ما بقات كيبان لنا حتى شي حاجه اللي تستحق الحياه، ما قدوش هذا الشيء. وزاد تيرفض مجرد بلاغ، مجرد انه يفتح قنوات الحوار. مؤسف جدا هذا الشيء اللي وصلنا ليه. انا الصباح تنشوف وسائل التواصل الاجتماعي وطلع لي واحد الخبر اللي ألمني جدا، كاين اشاعات وكاين اخبار تروج انه احد الناجحين هو شخص اللي تيضرب في الوحده الوطنيه، هذا الشيء تيضرب في الخاطر في الوقت اللي الدبلوماسيه الموازيه تتقوم بواحد الدور مهم في التعريف بالقضيه الوطنيه، وفي الوقت اللي تنقوموا بادوار طلائعيه عبر المجتمع المدني وعبر مجموعه من الخطوات باش اننا نثبتوا للعالم ونثبتوا لكل من يقول العكس انه الصحراء مغربيه وستبقى مغربيه. تلقاو ضمن لائحه الناجحين واحد اللي ما تيعترفش واللي تيضرب باحد الثوابت وتيشكك في القضية الوطنية الأولى ديالنا. مؤسف جدا هادشي اللي وصلنا ليه. أنا شخصيا كما جميع الإخوان تنعيش واحد الحالة ديال الإحباط
واحد الحاله ديال الياس. كنتمنى انه تكون شي خطوه اللي تخلينا نرجعوا ولو واحد شويه ديال الثقه في المؤسسات وواحد شويه ديال الثقه في المخاطبين الرسميين ديالنا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما عنديش اليوم حاله ياس، انا ما عندي حاله غضب، حيت من بعد الندوه ديالنا كنا واضحين وصريحين، كنقولوا للمسؤولين المجتمع المدني السياسيين البرلمانيين ما تجيوش تصوروا معنا. فإذا به من بعد ديك الندوه لقينا تفاعل مع الحقوقيين ومحاميين وسياسيين، جاو عندنا غندير لكم حلول، فضوا الاضراب عن الطعام والخطابات السياسيه، الحياه ديالكم مهمه اكسيتيرا. وحنا اليوم دوزنا واحد النهار طويل، حنا فرحانين، كنقولوا اخيرا بانوا على اننا عندنا مسؤوليين وطنيين كيفكروا في الحياه ديال هاد الشباب الزملاء ديالنا المطربين، وعلى اننا اخيرا بعد المناشده ديال المواطنين والمجتمع المدني وهاد الناس غادي نقنعوا الزملاء ديالنا بفض الاضراب عن الطعام. فإذا به كنتفاجئوا على انهم جاو يتصوروا معنا، على اننا مازال من بعد 60 يوم من بعد 8 ايام ونزل الاضراب عن الطعام، مازال المسؤولين مبغاش توصل لهم جديه الامر، على انهم كل ما نتوما كتعنتوا مع هاد الشباب فديك التصاور ديالهم عاد ما غادا كتزيد. البارح انا خرجت وكنقول لكم راه غير سكوت ديال الناطق باسم الحكومه على الاسئله ديالنا خلى عدد كبير يقرر يدير اضراب عن الطعام، فما بالك اليوم التفاعل ديالكم اللي جيتوا به والخطابات السياسيه اللي عطيتوهم والامل اللي زرعتوا في ناس يائسين، فناس قال لك صافي انا غنموت ما عطيتينيش حقي، انا غنموت الا ما حققتيليش المطالب ديالي مطالب مشروعه. فاذا بيا كتلاعب بهم كتلاعب بالمشاعر ديالهم، هما اصلا ناس يائسين. فاليوم تحملوا يا مؤسسات الدوله، تحملوا يا برلمانيين اللي جيتوا عطيتونا المناشده، تحملوا يا الحقوقيين والجمعيات الحقوقيه والناس كاع اللي جاو داروا علينا الخطابات على ان 15 روح اللي كانت دايره اضراب على الطعام واللي مدتها 8 ايام، اليوم ولات عندنا 30 وفي الطريق 15 اخرى. يلا تحملوا يا هاد المسؤولين الفاسدين، يا هاد المسؤولين اللي عزز عليكم تلعبوا بالمواطنين المغاربه اللي مازال ما بغيتوش تفهموا على ان الشعب المغربي راه مابقاش ديال انك تقول لي الخطابات السياسيه ودير عليا مسرحيات. تحملوا هاد الارواح اللي غادي تمشي للقبور بسببكم. واليوم راه حتى حنا اللي كنا كنحاولوا نعطيوهم الموتيفاسيون نقول لهم على ان هادشي غيتصلح، قسما بالله ولينا حنا كنفكروا نديروا معاهم اضراب عن الطعام، حيت ولينا كنحشموا منهم، كنجيو كنشوفهم في واحد الحاله يرتلها. فحسبي الله ونعم الوكيل هادشي اللي غادي نقول، وغنقول على ان هاد المناور ديالكم لن يثنينا على القضيه ديالنا وعلى المطالب ديالنا، حنا غادي نبقاو حتى غادي نموتوا، يا غادي ديروا شنو هما المطالب؟ ليس هناك تنازل، فاش التحقيق؟ حنا كنطالبوا براك مسؤوليه بمحاسبه، اسيدي افتح لي التحقيق، انا بغيت تحرير الدعوه العموميه ولا غادي نموت، الغاء الامتحان، اللوائح مشبوهه، ملي كنقول انا على تجاوز السلطه، راه كنقول على الغاء قرار، بقوه القانون ما غاديش شي واحد يجي يتزايد عليا اليوم. الغاء النتائج المشبوحه والغاء الامتحان واعاده الامتحان في ظروف من النزاهه والشفافيه. اليوم الناس كيدوزوا الشفاوي وحنا كنسمعوا الشفاوي، فراه حسبي الله ونعم الوكيل، وانا غنوقف هنا النقطه وشكرا لكم نتوما الصحافه. بسم الله الرحمن الرحيم. بلادي وإن جارت علي عزيزة، أهلي وإن ظلوا بي كرام. اليوم تنقول بأننا مغاربة حتى البكاء، وبأننا مغاربة حتى النخاع، في إطار بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أبدأ قولي بقصيدة أو بقطعة من شعرية. بلادي وإن جارت علي عزيزة، أهلي وإن ظلوا بي كرام. اليوم تنقول بأننا مغاربة حتى البكاء. اليوم وكيف ما طرقت صديقة شيماء اللي كيضربوا في العمق ديال التراب الوطني، راهم اليوم نجحوا مع دوك اللي تزادوا ولا ما نعرف، التواطؤات اللي كنشيروا ليها كبيرة كبيره بزاف، لان لربما ما كنفهمش انا باش واحد من هادو هادشي راه كيروج على مواقع التواصل الاجتماعي، والشخص اللي دلا به راه عنده الاثباتات ويمكن الجهات المسؤوله انها تتحرك. اليوم جات عندنا المندوبيه الوزاريه لحقوق الانسان، وجات عندنا ممثله عن وزاره العدل باش يفتحوا مجموعه من الناس ديال المجتمع المدني باش يوصلوا الحل، وهاد الدراري اليوم يفكوا هاد الاضراب عن الطاعه. الا اننا كنكتشفوا بانهم غير كيتفلاو،
وغير وغير البساله، حتى شي حاجه جديه ما كانت. اليوم حنايا ما كنطالبوش بالريع، وما كنطالبوش اننا ندخلوا للمحاماه من ابوابها الواسعه، كنطالبوا باننا ندخلوا ككفاءات، كناس عارفين شنو كيدير، كناس قراو وناس سهروا الليالي وناس اللي كانوا تيقراو 18 ساعه كل 24 ساعه، الناس اللي داروا لي نوي بلانش. وهاد الناس اليوم اللي قدموا للوطن اللي هذاك بالنسبه ليا واجب انني نقرا ونتفوق، بالنسبه ليا واجب، الا انه بالنسبه ليهم راه ربما يظنون غير ذلك. اليوم الاخوان ديالنا كيموتوا وهما اليوم سالاو اليوم الثامن، من هنا ساعات قليله غادي يبدا العد عاوتاني اليوم التاسع في الاضراب المفتوح عن الطعام، والتحقوا اخوان بهم اللي حتى هما غادي يضربوا عن الطعام. اليوم حنايا ما غاديش نخرجوا نحرقوا الشواهد ديالنا في الزنقه، حنايا الا كنا في هذا المجتمع ذباب فالموت ارحم، وهذا هو الشعار ديالنا، الموت ولا المذله. اليوم سيد وزير العدل كيهضر مع الشخص اللي صيفطو يمثلو، وكل مره كيهزو التليفون تيري تو تو تي لا، والتعنت اللي كيتعنتو. حنا تنقولوا لكم باننا ما واخدينهاش باللعب ولا بالبساله، راه واخدينها بجديه، الموت ولا المذله. الوطن ديالنا فوق كل اعتبار، ولا نتزايد عن الوطن. هادو هما المستجدات اللي كانوا اليوم، ومره اخرى ما تجيوش تغدغوا لينا المشاعر ديالنا، ولا تجيو تقولوا لينا راه غادي نفتحوا لكم ابواب الحوار، الا ما كنتوش جديين في التعاطي مع الملف او المطالب المشروعه اللي هي من الاول كنا كنطالبوا بها ثلاثه مطالب. الا كنتو خايفين من ربط المسؤوليه بالمحاسبه، ولا كنتو خايفين ان اولادكم، دابا يتخيلوا معايا واحد الرساله، وحده عندها لا ليسونس في الاقتصاد، وانا عندي لا ليسونس في الحقوق، دوزت انا وياها نفس الامتحان، هي كانت تقرا ما هو اقتصادي وهي نجحت وانا لا. راه هذا الشيء راه العبث، راه واش كتحاولوا تضربوا لينا في الوطنيه ديالتنا؟ شكرا للصحافه النزيهه على نقل الخبر صحيح. وحاليا الاخوان مستمرون في النضال، ويوم الاحد ان شاء الله على الساعه الرابعه زوالا كاينه وقفه امام البرلمان، وما تجيوش تحكوا علينا، نحن جديين في هذه المعركه اللي كنخوضوا. والوقفه ديال نهار الخميس تكون تجربانيه للناس اللي قالوا اننا غنعبئوا معكم نهار 5 في الشهر، نهار 5 مارس اللي قالك على اننا غادي نجيو نكونوا معكم في الوقفه ونبينوا التضامن ديالنا، غادي نتسناوكم نهار الوقفه ان شاء الله الحضور ديالكم. وهذا نداء جميع المغاربه الاحرار، اليوم راه ولادكم تيموتوا تيتقطعوا من الامتحانات. شكرا لكم. مؤكده.